زميلي عمرو، أهلا بك. بالفعل اليوم منذ الصباح الباكر بدأت جلسات الحوار الوطني هنا في مركز المؤتمرات بمدينة نصر في المحور السياسي على وجه التحديد. تم تسليط الضوء على قضيتين هامتين، وهو القضية الأولى هي النظام الانتخابي لمجلس النواب المصري، والقضية الثانية هي قضية القضاء تماما على التمييز بكافة أشكاله، سواء ضد المرأة، الأطفال أو الفئات المختلفة. توافد المشاركون منذ الصباح الباكر على قاعة المؤتمرات هنا بمدينة نصر، وذلك لحدود الجلسات المختلفة، وبواقع أربع جلسات تم تخصيص كما ذكرت جلستين للنظام الانتخابي لمجلس النواب، والجلستين أخرتين للقضاء على التمييز بكافة أشكاله، وذلك بحضور عدد من الشخصيات البارزة سواء على المستوى الحزبي أو السياسي أو من الشخصيات العامة. الجميع توافد هنا منذ الصباح الباكر لحضور هذه الجلسات. تم التأكيد على ضرورة التوافق بشكل أو بآخر رغم اختلاف الرؤى والأطروحات والمقترحات المختلفة، وتبادل الآراء كانت بشكل حماسي في بعض الجلسات وبشكل هادئ في بعض الجلسات الأخرى. امتلأت القاعات بعدد المشاركين من الأطياف المصرية المختلفة، الجميع كما ذكرت تبادل الرؤى والمقترحات المختلفة. من أهم الجلسات التي تم مناقشتها الخاصة بالنظام الانتخابي لمجلس النواب المصري هي الجلسة الخاصة بنوعية الانتخاب، هل بالقوائم أو بالقوائم النوعية، وذلك لإتاحة الفرصة لجميع المشاركين أو الناخبين للوصول إلى طريقة يتبادل فيها الجميع الأصوات أو الرغبة في الترشح أو الرغبة في الانتباه بشكل سلس يخدم في المقام الأول الدولة المصرية وخاصة نحو الجمهورية الجديدة. أما في الجلسة الخاصة بالنقابات العمالية فقد تناول فيها المشاركون عدد من القضايا الهامة، وأكدوا أن دور النقابات العمالية لا يقتصر فقط على توفير السلع التموينية أو الخدمات الاجتماعية للمواطن المصري، ولكنه لابد أن يمتد إلى أبعد من ذلك، وذلك حرصا على حقوق المواطن المصري. فالمواطن المصري إذا شعر في المقام الأول بأنه مواطن له حقوق على أرضه فانتمائه يزيد، وخاصة أيضا أن نحن في مزيد من الحاجة لذلك في الجمهورية المصرية الجديدة. بشكل عام دار الحوار في كافة الجلسات بشكل هادئ وبشكل ميسر، وتبادل فيه كما ذكرت الجميع الرؤى والأطروحات من أجل الوصول لحلول ربما تقف على طاولة مشتركة للوصول في نهاية المطاف إلى خدمة هذا الوطن وخدمة مواطنيه. نعم إليك. مراسلة أخبار مصر نشوى صالح، كنت معنا من جلسات الحوار الوطني، نشكرك شكرا جزيلا.